الصحافة والتواصل بالعيون. اليوم هذه الندوة الصحفية سلطنا من خلالها الأضواء حول البرنامج، حول الأهداف، حول المرامي، حول الرؤية ديال الإعلام، البحث عن إعلام بديل، إعلام يسير مسار التنمية المستدامة اللي كتعرفها المملكة المغربية، واللي هي جاية في إطار مخططات وبرامج واستراتيجيات الأمم المتحدة. واليوم كذلك يصادف الاحتفال باليوم الوطني للصحافة. تمكننا أننا نقدم للزملاء الصحفيين مختلف الأوراق العمل التي سيعرفها هذا المنتدى غدا إن شاء الله، واللي كيعرف مشاركة فلسطين الحبيبة، يعني أنه والعراق كذلك واليمن، هذه دول كذلك من الشرق الأوسط، و الأردن والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى تركيا كضيف شرف لحاضرة معنا، وكذلك موريتانيا الشقيقة وتونس. إذن هذا اللقاء هو فرصة أمام الزملاء الصحفيين هنا في مدينة العيون من أجل تشبيك، من أجل تبادل الخبرة، من أجل تبادل المعرفة، من أجل يعني تبادل حتى المعلومات بين هذه الصحافة، كيف يمكن أن نسوق لمنتوجاتنا في الأقاليم الصحراوية مع كل هذه الأشياء الجميلة اللي كيعرفها المغرب والعيون الحمد لله الفائزة بجائزة الدول العربية في التنمية في قطر كوصيف للدول العربية من بين 170 دولة، إذا 170 مدينة عفوا. إذا نحن فخورون أننا الإخوان الصحفيين أنهم يكونوا شركاء معنا في إنجاح هذا العرس الإعلامي المتميز.